مشاهدين انفاس بريز داخل المغرب وخارج المغرب ميكرو فريد حطوا الرحال بعياده الدكتوره سوسن فواج دكتوره اختصاصيه في الترويض الطبي والفيزيائي الا بغيتو نضرب واحد الدويره خفيفه ظريفه في العياده ديالها وتكلم لينا شويه على الاسباب ديال هذه الامراض اجيو معنا اليوم جيت نهضر لكم على المشاكل اللي كيكونوا عند لي باسيون اللي كيجيو عندي العياده يعني المشاكل اللي كيكونوا بزاف أه مثلا بحال السياتيك سياتيك انا عارفه بلي بزاف الناس عندهم هذا البروبليم أه وكاين الامراض ديال الروماتيزم يعني كيف ما كيقولوا الناس الروماتيزم اي غنهضر أه، على واحد لو بروبليم كيكون عند الاطفال حتى هو خاص الناس يحاولوا انهم يردوا البال ومهم جدا انهم يعرفوا هذا المشكل بالنسبه للسياتيك دونك هو مشكل كيكون عند بزاف ديال الناس هو كيكون لونير سياتيك عندنا واحد لونير كيكون دايز هذاك لونير كي فيه واحد الخلل يعني يا اما كومبريسيون يعني, يعني كيتزير عليهم اللي كيتزير عليه كيبدا كي يعطينا واحد الحريق اللي هو على حسب كل واحد فين كيجي كي الحريق يعني كاين كيبدا هو من لا بارتي لامبير يعني من الظهر من التحت كيبدا واحد الحريق من بعد كيبدا كي يهبط لنا حتى للرجل الرجل, الرجل ديالنا كيجي مور الركبه عاود كيزيد كي يهبط شويه حتى للصبع الكبير فوا الواحد يبدا يحس بالحريق اللي كيكون كي في في وراء الرجل ديالو يعرف عندو عنده المشكل ديال سياتيك وحاجه واحده اخرى بغيت نشير لها هو كنصح اي واحد حس باي حاجه يحاول انه يلتجئ للطبيب باش انه يشوف المشكل ديالو من الاول حيت بزاف ديال الناس كيجيو لعندي العيادة حتى كيدوز مده طويله عاد كيمشيو هما حتى كيبداو يحسو بلي يعني الحريق بزاف عاد كيمشي باش يشوف المشكل اللي عنده وهذا مشكل كبير يعني ماشي نخليو حنا حتى نوليو نوصلوا لا شيروجي كاينين بزاف الناس كيوصلوا حتى يوليو يديروا العمليات اللهم الواحد يعالج المشكل ديالو في الاول وليس يساين حتى انه يولي عنده المشكل ديال خاصو يدير عمليه اوبليغاتوار يعني ما عندوش حل اخر وحاجه واحده اخرى هو انهم كيوليو عندهم دي ديفورماسيون يعني كيولي عنده عوجاج يا اما عوجاج ديال الفقرات يا اما عوجاج ديال الرجل ديالو بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم لاغتروز كترجع كيرجع عندهم العوجاج هذا مثال فقط عطيت مثال يعني هذوك لي ديفورماسيون كيجيو ملي حنايا ما كنعالجوش المشكل من الاول يعني من اول مره كيجينا هذاك الحريق هادو بعض الاشياء اللي شرت ليهم مع انه التخصص ديالنا كيعرف بزاف ديال الامراض وامراض منتشره بزاف أه كان بغيت نهضر عاود على المشكل اللي شرت ليه ديال الاطفال الصغار اللي حتى هما عندهم لي بروبليم روماتيزمال يعني حتى عندهم المشكل كيبدا تجيهم لافلاماسيون في الركبه ديالهم كتجيهم في الكود ديالهم يعني في المرفق ديالهم اون أه فوا لا مامون ملي تبدا تحس باللي الولد ديالها بالليل ما كينعش بالحريق خاصها ديريكتومون تمشي تشوف المشكل اللي عند الولد ديالها حيت حنا ملي كتشوف الولد ديالها بالليل كيبكي بزاف كتقول بلي راه عادي ما عنده حتى شي مشكل ولكن راه هذيك اشاره ديال ان الولد ممكن ممكن انه يكون عنده هذا لو بروبليم دونك آه كنصح الامهات انهم يردوا البال بزاف لهذا لو بروبليم عندنا آه مشكل واحد اخر هما الناس اللي كيبقاو ما يقادوش الجلسه ديالهم المشيه ديالهم هذا الشيء خصكم تردوا له البال بزاف في الحياه ديالكم العاديه حتى هو يا هذا المشكل كيخليكم انكم يوليو عندكم عوجاجات في العمود الفقري عوجاجات في الرجل ديالكم كيديروا لكم دي بروبليم كبار اللي ما كتردوا لهمش البال وانا عاود يعني في بين التخصصات ديالي انني كان نخدم الوليدات الصغار يعني الناس اللي كيكونوا عندهم مشاكل في التنفس الوليدات الصغار الاكثريه كيجيوهم هاد المشاكل وكنصح الامهات عاوتاني ما يخليش الولد ديالو حتى ما يبقى يولي عنده داك الصوت في الصدر ديالو ديريكتومون انا ديما كنصح ان الناس يمشيو ديريكتومون يشوفوا المشكل ديالهم باش لقاو ليهم الحل وحتى انا العياده ديالي مفتوحه لاي واحد محتاج ليا يعني محتاج ليا انا انا الباب ديالي مفتوح في اي وقت واللي بغاني يتصل بيا في اي وقت يعني في اي وقت بغيتو بالليل بالصباح يعني انا عند الإشارة ديال الناس اللي محتاجين ليا وما بغيتش المشكل اللي بغيت نهضر عليه هو ديال ديال الناس اللي كيخافوا من الترويض يعني مثلا الطبيب ديالهم كيعطيهم الترويض ولا اني ما كيديروش انا عارفه باللي لكم الحريه ولا اني أه بدافع النفس ديالي وكنبغي الناس نشوفهم مزيانين يعني في صحه جيده أه انا كيف ما قلت لي ما قدرش انه يخلص الحصص ديالو ممكن انه يجي لعندي ويقول لي بلي انه محتاج وانا رهن الاشاره يعني أه الحصص ديالو ان شاء الله غادي يكونوا أه بالمجان يعني وكيف ما كان دير حتى أنا كان يمشي لعند الناس الكبار كان يشوف المشاكل ديالهم في دور العجزة وكنتمنى منا أنا بزفت الناس يلتفتوا لهذا الشيء ويديروا بحال هكا أنا يمشيو الناس الكبار اللي, لي محتاجين لنا وليدات صغار حتى هم اللي محتاجين لنا كي فرحوا بزاف مني كي يشوفونا إحنا ك... اطر طبيه كنمشيو لعندهم وكنشوفوهم وكنشوفو المشاكل ديالهم وكنحاولوا اننا نعالجوهم آه، كنتمنوا ان الله يعاوننا نقدروا نديروا هذا الشيء آه، وكيف ما كنقول لكم حاولوا انكم ما تخافوش من الترويض اللي عنده الحصص ديالو ديال الترويض يلتجئ يمشي يدير الحصص ديالو شكرا لكم بزاف